السلام عليكم. حابب ارجع لكم فيديو جديد. طبعا بدي اسميكم جيش الزنانين، انه كل شوي بزنوا علي. ابو ادم صار في الكتكوت، ابو ادم صار في البطه، ابو ادم هسه، ابو ادم نزلنا، ابو ادم جيش الزنانين. طبعا يا جماعه الخير، في الاونه الاخيره كلكم عرفتوا انه انا عندي روميه كانت مصابه في عينها، كنت اديها الادويه والمضادات والبراهم عشان تخف، فان شاء الله اليوم حنشوف ايش صار فيها، هل خفت ولا لا. طبعا جتني اسئله كثير، قالت لي يا ابو ادم انا عندي الدجاج او كتاكيت الدجاج يعني هو مسكره ومش عارف ايش اسوي. فان شاء الله في الحلقه هذه حنشوف ايش نسوي. طبعا هفرجيكم البطه ايش صار فيها وحندويها معكم كمان، مستمرين في العلاج. فقبل ما ننسى، لو انت اول مره بتفوت قناتي يا ريت تعمل سبسكرايب، تفعيل تنبيه الجرس الفارقه بحيث ينزل كل جديد، وتاكد ان انت في المكان الصح، وانزل تحت واسلخ لايك، وانزل تحت اكتب لك كومنت، اي كومنت انت بدك اياه، انت من وين، انا بلد، خلينا نتعرف، مثلا سؤال انت بدك اياه وانا برد على كل التعليقات. تمام، فليتس جو. طبعا يا جماعه الخير، زي ما شايفين هذه هي الروميه اللي كانت عينها مصابه، كانت كلها مسكره وما كانتش تقدر تفتحها، يعني مع العلاج الحمد لله بدت انه هي تفتح عينها. اذا بتلاحظوا بدت انه هي تفتح عينها، فاليوم بدنا نجيب لها التلوله الموجوده هان، وبنفس الوقت حنقيمها ونظبطها. فخليكم معنا نشوف ايش انا بحتاج في العمليه هذه، على اساس انه انت تستفيد اكثر من اللي هو الفيديو. وطبعا لو انت ما شفتش الفيديوهات، احتمال احط الفيديو في اخر، يعني احط هيك فيديو في اخر الفيديو تشوفه. تمام، فخلينا نشوف ايش معايا. طبعا يا جماعه الخير، زي ما انتم شايفين موجود هان، موجود اللي هو معقمات وشويه اللي هو هذا اللي هو اليود، ومعانا اللي هو البرهم اللي انا استخدمته للعين. اي برهم للعين، مش ضروري اللي هو الشركه هذه، لا اي برهم. تمام، فبدنا نجيب اللي هو البرهم ونمسح تاني، وحنشوف البطه هلقيت بعد ما نخلص من هذه، وحنعالجها كمان من الجرح اللي هو الجرد اللي عضها، ونشوف ايش صار فيها. تمام يا جماعه الخير، حنجيب اللي هو شيء معقم فيه على اساس انه احنا اهدي يا حجه، اهدي يا بابا، وحنحط اللي هو المرهم. ثواني. زي ما شايفين البرهم هذا للعينين، هو مش للعينين، هو للجلديات. سوري، لو تمكنت ان انت تجيب برهم، ما فيش برهم للعين طبعا، انا بعتذر. ولكن هو للجلديات، يعني هو لو في عندك جروح التهاب بخفف اللي هو الالتهاب هذا في الجروح. طبعا هذا كله بشري، فخلينا ندهن اللي هو العين على اساس ان احنا نقدر نشيل التلولة اللي ضلت. هذه طلع غاد، في غاد، في شوكولاته، غاد في شوكولاته. تمام، حنبدا ان احنا نحط وندهن. طبعا هي بدها طولة روح، بدها طولة روح وطولة بال. طبعا انا بحطش في العين، ولكن بحط على الجلد اللي برا العين. طبعا هعقمها، فخليكم معانا نعقمها يا جماعة. انزلي بطة، ثواني بس، اظن هيك انتو شايفين، اظن ان انتو شايفين. تمام، انزلي اقعدي. تمام يا جماعة الخير، حنبدأ ان احنا نشيل اللي هي الكلام هذا، التلولة اللي كانت، لانه هي نشفت ودبلت خلاص، فحنشيلها. هي متضايقة عشان انا ماسكها. تمام، طيب بس اهدي 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 اهدي، عارف ان انت بتتوجع بس اهدي. طيب هنضطر ان احنا نستخدم معاها زي الدور اللي فات يا جماعه. تمام، احنا هيك تملكناها، هنبدا ان احنا نشيل الورم هذا اللي كان قبل بشويش، حبه حبه وبشويش، اهم حاجه ما نجرحهاش. هو طبعا اللي ملزق هذا الشعر. تمام، احنا شلنا، بنحتاج ان احنا نحط
مرهم تاني على نفس اللي هو الجرح اللي احنا جبناه او التلولة اللي احنا شلناها. مش عارف هل مبين عندكم؟ مبين تمام. هنحط على العين على اللي هو الجفن بعد زر. على الجفن مش جوا العين مباشرة، على الجفن. طبعا اذا بتلاحظوا كانت عينها مسكرة كليا، والجفن كان هذا كان الجفن، فنبنى جفن جديد. دي طبعا عشان ايش مش قادرة تفتحها عشان الالم اللي هي بتشعر فيه. طبعا هذا هو كان الجفن، كان الجفن وكان اللي هو التلول اللي كان طالع لها اذا بتلاحظوا. فبس هيك احنا عالجنا. قومي يا حاج، ايش مالك استشهدتي؟ قومي. طبعا يا جماعة الخير عالجناها 100%. طبعا كنت ادي لها حبوب، حبوب 500 اللي هو مضاد حيوي 500، كنت اديها افتح لها الحبوب واحط لها في فمها بعد ما تاكل. فالحمد لله خفت، يعني هي بجنه بالنسبه للي كان قبل. اذا بتلاحظوا بدات ان هي تفتح عينها. فبس الحمد لله على سلامتك، وقولوا الحمد لله على سلامتك يا جماعه الخير. خلينا ننتقل للبطه ونشوف ايش صار فيها ونعالجها. طبعا يا جماعه الخير كل حاجه ولها دواها. طبعا انا بداويش الا في اللي هو البشري. يلا روحي بسم الله عليك. خلينا نروح نجيب البطه ونشوف ايش صار فيها من مطرح العرس اللي عضتها. طبعا لو انت ضليت معنا في المستوى هذا في الفيديو بتشكرك كتير كتير كتير، وتنساش اللايك تحت هان. لو اول مره بتشوف قناتي اشترك في القناه، وخلينا نروح نجيب البطه اللي اكلتها العرسه ونشوف ايش نسوي فيها. طبعا جماعه الخير زي ما شايفين هذه هي البطه. بالنسبه للي هو العضه اللي عضتها، فهي عضتها في جناحها في ودنها اذا بتذكروا الفيديو. فهنشوف اللي هو الجروح اكثر. هو دير بالكم صار الجروح ازرق مطرح العضه، هذا هو الجروح مطرح العضه صار ازرق. فحندوي هنحط له اللي هو مش من البرهم، هنحط من الثاني. تمام نفس الاشي. صراحه هو مجفف جروح ومطهر، ومطهر يا جماعه الخير. فحنبدا ان احنا نحط على مكان الجرح نفسه. خلاص بس هدي عارف انه هو بوجع، مش عارفه يا جماعه الخير تحرك جناحها او اللي هو ايدها. تمام يا جماعه الخير، اي جروح بالنسبه للي هو الطيور استمر على العلاج صبح ومساء. ما قدرتش صبح ومساء، خليها كل يوم. طبعا هي كانت في ودنها مخبوطه، فهنحط كمان لانه هذا الجرذان احيانا بكون يعني كيف كله جراثيم وميكروبات. فبنحاول نحن ايش نسوي، نطهر محل اللي هو الجروح على اساس انه ما يصيرش التهاب ويصير امراض ومضاعفات ثانيه ونخسر الطير. طبعا لو كان طير صغير مش مشكله، المهم احنا تعبانين عليه ودافعين حقه كميات هالقد. فالحمد لله ما خسرنا هالشي. وانا بنقولها حنزلكوا حلقه ايش بسوي انا فيها بالضبط، وفي الكتاكيت الثانيه ايش بسوي فيهم كل يوم. تمام المغرب وايش بسوي الصبح ان شاء الله. تمام فهرجعها، وطبعا هذول كمان ايش بسوي فيهم، لانه الافتراس كان على اخو هذا، كان جده افترسوه والبط كمل عليه، قطعوا اربن اربن. فبسم الله ما شاء الله عليهم يا جماعه الخير. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ترى نضل معنا دقيقتين او ثلاث دقائق. خلينا نظبط امورنا ونطعم الطيور. نطعم الطيور يا جماعه الخير، خليكم معنا نتسلوا مع بعض. ايش عليكم انتم؟ ولا هي قنوات التحديات والطبخ والاكل والنفخ احسن منا ولا ايش القصه؟ مع احترام لهم طبعا. لو اني سلوى وشعري اصفر كان ضلتكم من اول الفيديو لاخر الفيديو، بس انا مش سلوى، انا ابو ادم، انا مش سوسن. تمام يا جماعه الخير. عجيب اللي هو كنت مخمر هان عيش فحجيبه بدل مرمي، يعني خساره. هذا هو كميه عيش محترمه
فحط 3 طيور انه ايش ياكلوا منها جنب العلف، اوفر على حالي شويه لو اشي بسيطه. بسم الله. دنيا دنيا والله. طبعا ما بدو ياكلوا، هروح اشوف الطيور الثانيه. هذا الدجاج، الدجاج كيف دخل؟ اطلع يا حجه. طيب 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 تع. ما شاء الله والله يا جماعه الخير وزنها زايد. بسم الله ما شاء الله. هذا الدجاج العملاق ما شاء الله. وانت بكيش تطلعي؟ هاي الفطلات. لا يا حجة ما شاء الله. تمام يا جماعة الخير. اظن ان انا وصلت لكم فكرة، قدرت ان انا اوصل لكم فكرة يعني. تيأسش لو عندك اي طير مصاب، اعطي له ادوية بشرية وان شاء الله بطيب مع الايام، واللي هو استمرارك في العلاج زي ما انتم شايفين يعني حاجات بسيطيه من البيت. بتقدر ان انت تشفي اللي هو الطيور تبعتك. وبس حبايبي هيك بنكون وصلنا لاخر الفيديو، وبتمنى لو عجبك الفيديو تصلح لايك، لو اول مره بتفوت قناتي يا ريت تعمل سبسكرايب، تفعيل تنبيه جرس الفائقه ابو حزين ليصلك كل جديد. بالنسبه للاخوه اللي بكتبوا لي شو ابو حزين الفائقه، ابو حزين الفائق الجرس التنبيه يا جماعه الخير، في 3 اصناف، الجرس الفائق اللي فوق تمام. حبايبي ما تنسوا اليوم قبل تسمع اكثر من صلاه على النبي، اذكر الله يذكركم، استغفر الله يغفر لكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. سلام.